طالبات مدرسة المجتمع الخاصة الصف 11، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لليوم هو تكملة لتصميم الإعلان الخاص. يمكن متابعة الدرس من خلال صفحات الكتاب، صفحة 46 إلى صفحة 51. أهداف درسنا لليوم هو أن يلون الطالب الشكل السداسي للشعار، وأن يغير لون الحدود للشكل السداسي للشعار، ومن ثم سنقوم بإنشاء التدرج اللوني للمنحنى، وأن نحفظ تصميم الشعار، وأن يرسم الطالب الرسم التخطيطي للافتة الإعلامية المطوية. المصطلحات التي ستمر علينا خلال هذا الدرس هي منشور إعلاني (flyer)، تعبئة (fill)، تدرج لون (gradient)، لون الحدود (stroke paint). ما سنقوم به خلال درسنا العملي اليوم هو تحويل هذا الشكل باللون الأسود إلى الشكل بالألوان المختلفة من تدرجاتها. ننتقل إلى الجزء العملي لتوضيح عملية قيام التلوين هذا. ننتقل إلى الجزء العملي لبرنامجنا. نكمل على التصميم الذي قمنا به الدرس الماضي. سنقوم هذا الدرس بتلوين الشكل السداسي الذي لدينا. يمكن متابعة ذلك من خلال صفحة كتاب صفحة 46 صفحة 47. سنقوم بالبداية باختيار الشكل الذي نريد تلوينه، ثم نضغط على علامة التبويب Object، ومنه على Fill and Stroke. تظهر لدينا شاشة على الجهة اليمنى تحتوي على إعازات الفول أند ستروك، ثم نختار من علامة من تبويب الفول الفلات كولر، ونختار اللون الذي نريده. قمنا اختيار تدرجات هذا اللون، ويمكننا أيضا اختيار الألوان من مجموعة الألوان الموجودة في أسفل الصورة. يمكننا أن نختار اللون الأخضر لهذا، يمكننا أن نختار لونا آخر أغمق، يمكننا أن نختار تدرجات أغمق للون الأخضر من هذه المجموعة. نغير هذه التدرجات. ويمكننا أيضا أن نقوم بعملية تغيير التدرجات بالنسبة لبعض الأشكال، بأن نجعلها تأخذ لون الحد فقط. Stroke Paint، نضغط على الشكل الذي نريد أن نحدده، ثم نختار No Paint، تظهر بدون ألوان، ثم نختار مجموعة Stroke Paint، وهنا نحدد الحدود بلونها. يمكن أن نجعل الخط الحدود أغمق، ذلك يكون لدينا أوضح. نرجع مرة ثانية، الفل نو فل ليس بداخله شيء، الحد نريد أن يكون كاملا، الستروك نزيد من عرضه فيكون أوضح لدينا. الآن غيرنا من ألوان هذه الأشكال وجعلنا هذا الشكلين بدون لون فولينج، ولكن حدود الصورة تكون واضحة. الآن لنقوم بعملية إنشاء التدرج اللوني. التدرج اللوني بالنسبة لهذه الأقوات نختار واحدة منها، نحدد المنحنى الأول، ثم من علامة التبويب الفول مرة أخرى نرجع إلى علامة التبويب فول، ثم نختار بدلا من الفول الفلات كولر نختار الجراجويت،
نختار نيم جرادويت، سيضع تدرج الألوان. نذهب إلى مجموعة التول بوكس الموجودة لدينا هنا ونختار منها جراديانت تول. جراديانت تول أداة التدرج اللوني. في هذه نختار أداة التدرج اللوني هي هاي، ثم نحدد اللاين الذي نريده ونختار التدرجات التي نريدها. هذه بالنسبة لهذا القوس. بالنسبة للقوس الثاني نقوم بنفس العملية، نختار القوس، نختار التدرج اللوني يكون تدرجا، نختار القوس ومن ثم نحدد التدرجات التي نريدها، وبذلك غيرنا من التدرج اللوني للمنحنيات. نستطيع أن نغير في ألوان الكتاب أيضا. يجب تظليلها ثم إعطاؤها اللون الذي نريده. يمكن أن نغير كل لون ونجعله مختلفا من مجموعة الفول أند ستروك. سنقوم الآن بعملية حفظ المشروع. نذهب إلى File Save As، ثم نختار اسم الفايل الذي نريد أن نحفظه ونضغط Save. حفظنا المشروع بطريقة File Save As. ننتقل الآن إلى الرسم التخطيطي للافتة الإعلانية المطوية. الجزء الأخير من درسنا، لدينا الرسم التخطيطي للافتة الإعلانية المطوية. سنلاحظ في بداية عندما نضع تصميما أوليا للمنشور الترويجي، يجب أن نقوم بإضافة الثلاثة عناصر الموجودة أمامنا: الصورة الرئيسية للخلفية، يجب تحديد الصورة الرئيسية للخلفية، ومن ثم نضع عليها صور المنتجات. فكان لدينا مثال صور منتجات، منها الكرة، منها لدينا الملابس، ويمكن إضافة أي أنواع من أنواع الهدايا. ولدينا الشعار الذي صممناه ببرنامجنا، ولدينا أيضا النص الذي سيحتوي على تعريفا لمنتجاتنا. أنهينا درسنا اليوم، نكمل الدرس القادم إن شاء الله.